اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لكم ان حلقات كره اليد اللي بقدمها مع نجومنا وابطالنا الحقيقه بتبقى ليها يعني طعم تاني خالص لما تقعد مع جيل او لعيبه تحس انك بتتكلم بلغه يعني العظمه زي ما بيقولوا في الرياضه، وهو ده اللي بوضع الطبيعي المصري. فلسه بتكلم مع ضيوفي بالفاصل ان احنا في اللعبه الشعبيه التانيه دلوقتي بقت كره اليد خلاص شئنا ما بينا بنتائجهم وكل حاجه. في البدايه طبعا برحب بالنجوم اللي انضموا لي في الاستوديو، برحب بنجم المنتخب عمر شريف. اهلا بيك يا عمر. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا والف مليون مبروك. نور حضرتك والله. بنرحب بالباك رايت للفريق واحد نجوم الفريق مروان حاتم. اهلا بيك يا مروان. اهلا وسهلا. منور والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. عمر اجيلك يعني لسه كنا بنتكلم في الفاصل، حلو قوي انت رايح افريقيا كده يعني الفاينل، طبعا مع احترامنا طبعا لاشقائنا واخواتنا، بس انا بتكلم على المستوى الفني ان انت كسبان بفرق كبير، اكيد يعني ده نتيجة ان انتوا احترمتوا الخصم، صح اللي انا بقوله ده؟ طبعا. انا قبل بس اي حاجة عايز اقدم خالص تعازي لشقيقة كابتن محمود الخطيب، ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله. واحنا كنا رايحين يعني قدامنا الهدف ان هو يعني زي انا قلت قبل كده ان احنا افريقيا دي هي المحطة لكأس العالم، رايحين نكسبها ونتوكل على الله مش اكتر من كده. يعني رايحين بمنتاليتي او بفكر ان احنا مش ده هدفنا. لا مش ده هدفنا بطولة العالم طبعا. طب كنت يعني ما هو ده برضه مش هيجي الا اذا احترمت الخصم، يعني انت كنت بتقول ننزل جازين على اسناننا. طبعا احنا لو معلش يعني احنا اول البطوله ما كنا لسه داخلين البطوله بقى اول ماتش وحمى اللي هي سموها حمى البطوله بداية. حمى البدايات داخلين اول ماتش ما كناش لسه موفقين مع اللي احنا عارفين ان ممكن نكسب في اي وقت. طبعا الكلام ده كان اول 20 دقيقه دخلنا ما بين الشوطين، نزلنا التيم اللي كان لغايه اخر البطوله ده خلاص. احنا بننزل من اول الماتش احنا عارفين هنعمل ايه، هنخلص وبعد كده هنرتاح عادي مفيش مشاكل، بس من الاول نخلص. طبعا نكسب يعني اقل سكور كسبتوه انجولا 9 جوان ده هو فعلا اقل سكور. بعد كده كله فرق 17 18 20 نهائي كسبناه. نظره الناس ليكوا هناك ازاي؟ لا يعني الناس باصه لكم يعني معلش انا شفتكم انتوا نازلين، ومعلش يا جماعه عيدوا لي برده اللقطات دي وانتوا نازلين وشايلين علم مصر او علم مصر بيتقدمكم ونازلين، انا حاسسكم منتخب كبير يعني. انا لو لعيب قصادكم لا انتوا بامانه ليكوا هيبه. يا احنا كنا هناك يعني بعيدا عن الاجواء الجميله اللي كان ما بيننا وبين المنتخبات العربيه وكده، احنا اي منتخب كنا بنلعبه. يا بص 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 عمر يعني ما شاء الله بامانه اللعيبه وشها ما فيش ضحك، ليكوا هيبه يعني. أيوة طبعا. لو انا ما بعرفش اقول ده منتخب كبير يعني، دي من الحاجات اللي احنا كنا مركزين فيها جدا ان احنا واحنا متحركين من الفندق هناك احنا دخلنا مود الماتش خلاص. اللي بيقول حاجه كله بيتكلم في الماتش، محدش بيهزر محدش بيهرج. احنا يعني احنا كنا بنكسب الماتش بالفرق 17 و18 وبتلعبوا لاخر ثانيه. لا غير ان احنا بنلعب اخر ثانيه، الضحكه الوحيده اللي بنضحكها في اليوم كله اللي هي بتبقى في الصوره الجماعيه بس، بنخلص الصوره وبنطلع اللي هو احنا ما عملناش حاجه يا جماعه، احنا لسه البطوله ما خلصناهاش. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. اجي لك يا مروان يمكن يعني اكيد يعني الماتشات دي او البطولات دي يعني بتديك خبرات رهيبه، يعني انت اكيد في دماغك تلعب مع الفريق الاول، وجودك مع منتخب الشباب وتاخد افريقيا وتلعب بطوله عالم اكيد فرصه ما بتجيش لاي حد. اه طبعا هو حضرتك اكيد يعني فرصه ان الواحد يلعب مع المنتخب الشباب اللي هو بتاع جيله وكده طبعا حاجه مهمه جدا يعني. بس يعني المنتخب الفريق قصدي الفريق الاول في النادي برضو بيديك خبره طبعاً. يعني ده اكيد طبعاً. يعني اهم ده البوابه بتاعتك. اه طبعا بس الماتش برضو مع فريق المنتخب يعني الماتش الوحيد معاه او التمرينه معاه بيمثل ماتشات كتير قوي في الدوري في جيلك، فعشان كده طبعا المنتخب جيلك ده او المنتخب عامه هو اهم من اي دوري ومن اي كاس ومن لا أي وان شاء الله. انا بتوقع لكم ان انتوا بتعملوا حاجه ريكورد جامد جدا يعني في بطوله العالم، بتعملوا شغل كويس جدا. طب قول لي انت بتتمرن مع الفريق الاول؟ اه احيانا بتتمرن مع الفريق. كان مستر داني بيطلبك او لا الموسم ده؟ لا والاخراني اللي هو الاخير ده لا، بس قبلها تهيألي بعد بطوله افريقيا ممكن هيطلبك او اكيد 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 انتوا الخمسه هتشاركوا بشكل او هتتمرنوا لان انتوا مستقبل النادي الاهلي. طب خلينا نتكلم عن بطوله افريقيا. انت شايف برضو انه زي ما قال كده عمر وزي ما قال مهاب ان هي كانت محطه انتوا رايحين بس مجرد محطه، بس احنا عينينا على بطوله العالم، ده نفس تفكيرك ونفس المنتاليتي بتاعتك؟ اه طبعا. لا هو اصلا يعني الجهاز الفني قعد معانا قبل البطوله بفتره يعني مثلا 3 4 شهور. كابتن صبر كابتن عمرو كابتن درينكي كله يعني
وكابتن وليد كله قال لنا احنا مش رايحين البطوله دي تمثيل مشرف، ولا ان احنا رايحين ناخد البطوله ونبقى كسبانين فارق جون ولا اتنين ونفرح الناس يعني، لا احنا رايحين ندوس اقل اقل حاجه يعني. انت يوم ما تكسب 10 يبقى انت كده لاعب وحش، انت لازم تكسب فيما فوق. نعم يعني هو الكلمه اللي هم كانوا بيقولوا لنا ان انت رايح توري مستواك للناس، اللي هو في فريق جاي يعني ما حدش يعرف يقف قصاده في كاس العالم. عارف ان انت بعد مستواك اللي انت عملته ده مروان، مدرب منتخب الجزائر الاول قال ان مصر هتتسايد افريقيا على المستوى الكبير بقى 10 سنين قدام بعد ما شافكم. اكتر من 10 ان شاء الله. ان شاء الله اكتر من 10 يعني. انا بتكلم على الجيل اللي جاي، اذا كان الجيل اللي جاي كده يعني عارف انت يعني، قلنا الجيل ده خلاص يعني 4 5 سنين وشكرا، لما يبقى يطلع لي جيل كده لا يبقى الدنيا تانية خالص يعني، الدنيا بتبقى بشكل تاني خالص. طب وخلينا اتكلم برضو عن المنتخب يعني، يمكن انتوا قعدتوا سنه طويله مع بعض بتتمرنوا، وكنتوا بتتجمعوا من سنه 3 ايام كل اسبوع، صح الكلام ده؟ صح. كان كابتن صابر بيوقف الماتشات وياخدكم وتروحوا المركز الاولمبي في المعادي، صح؟ صح. وتتمرنوا فترات، وبعد كده كان بيتخللها معسكرات، يعني احنا بنتكلم على لونج تيرم بلان للمنتخب معموله له من سنه ونص. صحيح. شايف ده يعني التخطيط الجيد والمجهود اللي بيبذل ده بتبقى نتيجته كده؟ اه طبعا. احنا زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، احنا بقالنا يعني في ناس كمان قبل سنه، في ناس من قبل سنه يعني، في ناس موجوده يعني انا وعمر وفي كذا حد كان موجود وبقاله 4 5 سنين في المنتخب. بس مع الجهاز ده هو بقالنا سنه فعلا بنتمرن، هم من اول يوم هم قايلين لنا احنا بدانا، احنا على فكره احنا بادئين بدري قوي قبل البطوله بسنه فعلا زي ما حضرتك بجيب اخباركم على طول بالظبط. هو وكان في كذا معسكر خارجي والكلام ده كله، فهو فعلا اه هم عاملين بلان معينه لغايه كاس العالم كمان مش لغايه افريقيا. صحيح. يعني هم يعني لسه احنا يعني كمان اسبوع 10 ايام هنتجمع تاني يعني، اللي هو لسه راجعين من البطوله، مش بطوله افريقيا بقى خلاص نريح خلاص. لا احنا ما اصلا شغل. هم قالوا لنا كده، قالوا لنا احنا ما يعني هم يعني فرحوا طبعا وكل حاجه، بس عمر حتى ده. عمر ومهاب قالوا لنا الكلمه دي، هو مهاب يعني عمر ومهاب هم الكابتن يعني والكتاب من اول وتاني، قالوا لنا هناك في الاوضه قالوا لنا بعد الماتش احنا الفرحه هتخلص يعني، واحنا رايحين نركب الطياره خلاص مفيش فرحه، احنا لسه عندنا بطوله ثانيه اهم وهي في شهر 6 بس برضو مهم. برافو. بس منتاليتي وفكر وشغل جميل جدا جدا، وخلي بالك ده هو ده سبب المكسب والله العظيم. يعني اليد ليه بيميزها كده اللي انتم بتقولوه ده، ان احنا باصين ان احنا عايزين نبقى احسن واحسن وطماعين، عايزين نبقى كده واحسن ونجي يعني، وجبنا بطوله عالم، ايه المشكله ما نجيب بطوله عالم كبيره؟ هو ده الجميل في كره اليد. طيب خلينا اتكلم عن يعني انتوا كلعيبه مع بعض، انتوا كمنتخب مع بعض، طبعا في 5 من الاهلي، انتوا 15 لعيب صح في المنتخب؟ اه 16. طب انتوا فاكر كم لاعب من الاهلي وكم لاعب من الزمالك؟ هو في خمس لعيبه من الاهلي وخمس لعيبه من الزمالك، يبقى دي وواحد من هليليدو وواحد من سبورتنج وواحد من الطيران، لا 2 من سبورتنج معانا، واحد من 2004 متصعد كويس، واحد من الشمس متصعد ممتاز، وفي واحد محترف معانا. طب انتوا قوامكم 16 صح؟ اللي بيسافر بطولات كام؟ لا احنا قوامنا مش 16، قوامنا 22 بس يجي قبليها بيسلكت المدرب 16 لعيب، يعني سافرنا 17 اخر بطوله دي كنا 17 سافر 17 لعيب، يعني انتوا 22 واحد. طب ما هو ده برضه حاجه جميله، يبقى 12 22 افرض لا قدر الله لعيب اتصاب، 2 اتصابوا، ايوه بالظبط، عندك القوام 22 لعيب. اه 22 لعيب. وعايز اقول برضه حاجه عشان برضه الساده المشاهدين يتفرجوا علينا، لما بنبقى لعيبه من الاهلي والزمالك كل ده بيدوب في المنتخب، مفيش حاجه اسمها الاهلي والزمالك، مفيش كلام، لا الاهلي والزمالك مفيش، منتخب مصر يعني كل ده بيدوب، ده يعني احنا يعتبر يعني الموضوع ده بالذات يعني في منتخبنا ما مش موجود خالص، ده احنا يعني اكتر يعني تلاقي قاعدين مع بعض في الاوض واحد من الاهلي واحد من الزمالك. مفيش اصلا حد مثلا 2 من الاهلي 2 من الزمالك، مفيش الكلام ده، هو احنا بنستنى نروح هناك عشان نتجمع، ولو المنتخب مش موجود كمان احنا على طول مع بعض بره، خروجات ونسافر مع بعض وكل حاجه بالظبط. منتخب مصر يا جماعه، مفيش اهلي مفيش زمالك مفيش اتحاد، كل منتخب مصر واحد رايحين عشان تيشيرت منتخب مصر، لا مفيش الكلام ده. انا بقول انا ليه بتكى الحته دي، لانه في بعض يعني الناس بتحب يعني تلعب في الحته دي، لا يعني الحته دي مش هو زي ما عمر قال، هو لا في المنتخب فعلا انت كل واحد مفيش اي حاجه، لما ترجع الدوري بقى كل واحد بيلعب عايز يكسب، ده طبيعي وترجع الدوري يعني. ال 60 دقيقه خلصوا احنا بنخرج اي كسبان وخسران بيخرجوا، اذا كان هنشوف احنا هنروح فين والموضوع خلاص، هو ده الاحتراف، انا بلعب وموت نفسي اكسب، بس دي ما فيهاش اي حاجه تضايق ولا اي حاجه تزعل، واخوات وحبايب وكلنا حبايب، وفي الاول والاخر عايزين مصلحه. يعني ليه بقول الكلام ده؟ عشان الناس تشوف احنا كنا في منتخبات ونفس الكلام، كان في اهلي ولا زمالك ولا حاجه، كله في الاخر بيدوب عشان اسم مصر في الاخر، هو ده الصح. طيب يعني هنروح على حته ثانيه، والفريق الاول عندنا يعني يمكن انت اتمرنت معاهم عمر مع الفريق الاول؟ انا لعبت ماتشات كتير. طيب حلو، اللي بتكلم على الموسم ده؟ لا الموسم ده انا كنت مصاب، الموسم ده من ساعه ما
كابتن داني مستر داني جه يعني انا كنت مصاب عندي اصابه هو يعني ما شافنيش لسه فانا كنت مع المنتخب الفتره اللي فاتت واحنا بلغنا ان احنا الفتره الجايه مع الدرجه الاولى. حلو، يعني هو بلغوكم ان انتم الفتره الجايه تتمرنوا بس انتوا خدتوا راحه، انتوا النهارده اول تمرينه كلنا النهارده اول تمرين، اول تمرينه ليكم النهارده خدتوا راحه من بعد البطوله بعد البطوله. طب برضه انا عايز اخد رايكم كلاعيبه شباب، انتوا شايفين الفريق الاول شكله اختلف يعني، هل مع الاعداد اللي في اسبانيا والبوسنه وبعد كده نرجع نعمل ماتشات هنا مع جهاز فني اسباني، شايفين شكل المنتخب اتغير، شكل النادي اتغير الفريق الاول؟ طبعا في تقدم وتحسن، وزي ما قال مهاب المعسكر ده ممكن من انجح المعسكرات اللي عملناها. الفرقه اللي احنا لعبناها فرقه بتلعب تشامبيونز ليج، المكسب اللي احنا كسبناه يدخل الفرقه بدايه موسم نفسياتها مرتفعه ويعني فرقه يعني مكاسب لا مكاسب كتير جدا مش هنعدها يعني ما تتعدش، غير ان كمان دينامو زغرب اللي احنا لعبناها دي فرقه محترمه جدا بتلعب تشامبيونز ليج، فالموضوع ثقه جامده جدا يعني. في ناس اصلا يعني في ناس اللي هم يقول لك هو الاهلي عمل كده ازاي، ما يعرفوش بقى الطفره اللي حصلت دي، هيتفرجوا ان شاء الله في ماتشات الدوري اللي جايه وفي البطولات اللي جايه. الكلام تعجبني بقى، هيتفرجوا طبعا، انا عاجبني اللهجه اللي انتوا بتتكلموا بيها، هنوريهم هنشوف. مفيش كوتش يعني استاذ اسام، مفيش حد يلعب في النادي الاهلي ما يتكلمش كده. برافو عليك. يعني هو يعني انا لما انا بقعد يعني انا ممكن اقعد مع اصحابي مثلا العب بلاي ستيشن اتغلب، وافضل بقى بعد ما اتغلب مش طايق نفسي، يقول لي هو واحد صاحبي يقول لي هو النادي الاهلي هو اللي معلمكم كده، فطبيعي هنتكلم كده. طبيعي. طب قول لي برده يا مروان، يعني اكيد في مواقف طريفه بتحصل، خليني اضحك شويه كده وبتاع. في رواندا انا كنت في رواندا وافريقيا وبتاع، يعني احنا لما بنروح شمال افريقيا بتبقى الدنيا قريبه واشقائنا وبتاع، في قول لي موقف كده ضحك. لا ده يعني البطوله بالذات الاخيره، يعني هو كل البطولات اللي احنا بنلعبها على طول، انا اقول لحضرتك على حاجه، هو كل البطولات اللي احنا بنروحها يعني مع المنتخب دايما الموبايلات بتسحب مننا. حلو. فانت بتبقى قاعد بقى ما قدامكش اي حاجه غير ان انت تفكر ازاي تزاول حد تضايق حد، فطبعا يعني لو ما عرفتش تسعد نفسك تضايق حد ده اللي احنا ماشيين فيه. فاحنا بقى كنا يعني من المواقف الطريفه اقول احنا ما منتخب تونس يوم ما خسر هو كان خسر في السيمي فاينل واحنا اللي كسبنا، فاحنا كده عرفنا ان احنا نلعب الجزائر. تمام. فروحنا بقى ايه يعني انت قاعد ما فيكش مش عارف تعمل ايه، فروحنا وقفنا في البلكونات وقعدنا نغني عليهم يعني ونروش عليهم نزرب على اشقائي يعني قعدوا يعني يضحكوا معانا وكده نزرب وبتاع يعني راجعين بقى من الملعب فرقه كسبانه وفرقه خسرانه نسكت معلش تليفوناتنا لا انا معلش تليفونات احنا لازم نشوف حد نرخم عليه، ما احنا التليفونات مش معانا طب تعالوا بقى نقعد نهزر معاكم. في مواقف كتير مع بعض. قول لي موقف كده. يعني في موقف مثلا احنا كنا قاعدين كان وقت كان عندنا مثلا من الساعه 9 للساعه 11 خلاص اتعشينا وقاعدين مع بعض والساعه 11 نوم. تمام. بس بقى طلبت معانا ايه نعمل ذا فويس. تمام. وانا كنت لجنه التحكيم وواحد تاني معانا في نادي الزمالك وجده اللي هو عبد العزيز محمود عبد العزيز اللي داخل هم ثلاثه لجنه الحكام والناس بتاعت تغني وده كان بيغني كنت انا وراضي وفي اتنين كمان برضو معانا كنا احنا بقى داخلين فرق انا وراضي انا مع حد وراضي مع حد داخلين من غير واللجنه كانت بكل شفافيه بصراحه انا كنت الحاجه كنت بكسب صحابي بس صوتهم حلو بامانه يا مروان هو اللي كسب كان احسن واحد بيغني لا هتغني كان هقطع الفاصل لا هو بيهزر هو بيهزر لا حتى لو وحش واللي صوته احلى اللي صوته احلى راضي راضي لما اخش راضي لا ما انا هسمع منك من راضي. اعزائي المشاهدين خليني اقطع الفاصل وارجع لحضراتكم تاني مع نجومنا وابطالنا كره اليد بعد فوزهم ببطوله افريقيا ولكن بعد الفاصل.